نعم، وأيضا يعني قبل الفترة يعني في الدور التاسع للاجتماع الوزاري لمنتدى تعاون الصين العربي، وضعت الصين والدول العربية الخطة لتعزيز التعاون العملي والتنمية المشتركة، وأيضا توصل الجانبين إلى إقامة ما يقارب من 107 مشاريع تعاونية في أكثر من 20 مجالا رئيسيا، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والطاقة والقدرة الإنتاجية وعلوم وتكنولوجيا والصحة. فحسب رأيكم، كيف ستعزز هذه المشاريع التعاونية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية؟ نعم، حقيقة إن العالم العربي لديه سوق واسع جدا، وإذا نظرنا قمنا بالمقارنة بين حجم التجارة بين أمريكا وأوروبا وبين دول العالم العربي، وحجم التجارة بين العالم العربي كل سنة يصل إلى 5